موضوع مصطفى ناجي بيقول: منور يا كابتن خالد، ايه حكايه الستة واحد والواحد ستة معاك يا كابتن؟ لسه هنتكلم في هذا الموضوع. انا متاكد ان هو المهندس عدلي القيعي ده مصطفى. كلام بقى كله كده، ناس كتيره موديانا لناحيه المهندس عدلي القيعي. لا يا كابتن اسلام، هو كلم الكابتن محمود الخطيب. ماشي. ايهاب بيقول: كابتن محمود الخطيب يا كابتن، وبعديه المهندس عدلي القيعي. انت عملت تليفونين ولا تليفون واحد؟ تليفون واحد. تليفون واحد. ولو كان الكابتن الخطيب كان كلمني زايد، انا كان ممكن يغمى عليا ولا كان فعلا لو الكابتن الخطيب كلمك كان ده ممكن. اصل الناس لما بنيجي نقول للناس كده يقول لك: لا انتوا مكبرين، مأفورين الموضوع عليه. قوي. على ان انت تيجي الكابتن الخطيب يكلمك. يعني احنا ايام التجديد، انا افتكر لما كان يكلمك يقول لك: ايوه يا ابني، ايوه يا كابتن اسلام، ازيك، اخبارك ايه، ايوه يا كابتن، هتمضي امتى، انا مضيت يا كابتن اهو خلاص. فلما بنقول كده يقول لك: انتم مقفورين الموضوع. لا هو هي بص يا جماعه، هو لازم الناس تعرف قيمه مكالمه الكابتن محمود الخطيب، هي مش سهله. بالظبط. يعني دي في حته بالنسبه لنا احنا كلاعبي كوره، هي في حته بالزبط. تانيه خالص. بالزبط. انت ما بتقيمهاش بقى انت لعيب كوره، لا انت بتنسى كل حاجه. زي الكابتن محمود الخطيب بيكلمك، انت ما تعرفش يعني انت بتتكلم في الرد ايه؟ بيبقى عايز اقول انا لغايه دلوقتي بتخاطب كده. يعني الرد بيبقى ايه يا دوبك لا يا كابتن؟ ما فيش ده، لا طبعا. وانت بتلعب لما الكابتن الخطيب بيكلمك يا جماعه، لا بعيدا عن ان هو رئيس النادي الاهلي بصراحه. يعني احنا بنتكلم، يعني انت رئيس النادي الاهلي بالعكس ممكن تتكلم معاه وتاخد وتدي معاه في الكلام، وجهات نظر هو تختلف. بالنسبه لنا الكابتن محمود الخطيب، لكن هو بالنسبه لنا احنا بالظبط كابتن محمود، او بالنسبه للجيل ده كله هو كابتن محمود الخطيب اللي هو يعني هو احنا يا جماعه خلي بالك. انت بص، هو مجرد المكالمه بيجي لك انت بتنسى كل حاجه، انت فين اصلا، انت مين، ولا بتلعب ولا بتشتغل. الموضوع بيختلف. انت نجوم الكبار طبعا دول يعني. والجيل ده انا بعتبر ان المكالمه بتاعت الخطيب بتبقى تكريم طبعا للي عايز يجدد، او للي عايز يتكلم، او للي عايز يعمل. فبتبقى تكريم للجيل اللي بيلعب. على فكره الكابتن ما بيتكلمش احد يعني، هو بالظبط. يعني هو يعني هو ما بي يعني بيخش مكالماته مش كتير يعني. لا خالص. يعني مش يعني الموضوع مش سهل يعني. فمعنى ان هو كلمك فده موضوع كبير يعني يا جماعه. يعني بص، الناس اللي لعبت كوره وعارفه قيمه الكابتن محمود هتفهم الكلام اللي هتفهم اللي احنا على فكره مش محتاجين احنا نقوله. بالظبط. بالظبط. يعني احمد طحون بيقول لك: اللي كلم خالد بيبو هو المهندس محمد عبد الوهاب.